من جهة أخرى، افتتح نائب مسؤول المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني غفور صالح صباح اليوم معرضا للصور الفوتوغرافية في البيت الثقافي بكركوك لستة مصورين فوتوغرافيين في مجموعة المصور العراقي. وضم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية جسدت الأماكن التراثية والمناظر الطبيعية في مدينة كركوك. هذا ووزع نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك جوائز تقديرية على المشاركين في المعرض، حيث أشاد مسؤولو وكادر البيت الثقافي بتواجد وفد مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني في المعرض.